بالحبر الجديد طوفان الأقصى، ومستمرون معكم في تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وردود المقاومة عند مختلف جبهات الدعم والإسناد. هذا الدعم الذي كانت المسيرة يافا يوم أمس أحد أبرز تجلياته. يرافقنا في هذه المساحة مراسلون الميدانيون لإطلاعنا على آخر التطورات الميدانية. كما ينضم إلينا من صنعاء مدير وكالة سبأ للأنباء نصر الدين عامر، فأهلا بكم جميعا. إلى جولة على مراسلينا في غزة، سينضم إلينا من خان يونس جنوب القطاع أحمد غانم. مرحبا بك أحمد، أبدأ معك مع آخر التطورات الميدانية قبل أن تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلتنا فاطمة فتوني. محمد، لا زال العدوان الإسرائيلي متواصلا على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وترفع إسرائيل يوميا عداد الشهداء، حيث قالت وزارة الصحة بأن الجيش الإسرائيلي قد ارتكب خلال ال 24 ساعة الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 54 شهيدا، وكذلك العشرات من الجرحى في الغارات الإسرائيلية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع. ولكن هذه الليلة كان واضحا تركيز الجيش الإسرائيلي على المنطقة الوسطى، حيث قصف عددا من منازل المدنيين العزل في منطقة وسط القطاع، وتحديدا مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين الذي استهدف فيه منزلين راح ضحية هذين الاستهدافين المنفصلين 8 شهداء و6 شهداء، بالإضافة إلى قصف منزل آخر في مخيم لبريج للاجئين الفلسطينيين أدى إلى التقاء 3 شهداء آخرين. وكذلك أيضا واصلت المدفعية الإسرائيلية عملية استهداف المنطقة الشرقية لمخيمي لبريج والمغازي ومحيط شركة الكهرباء في شمال النصيرات، بالإضافة إلى استهداف منطقة المغراقة والمنطقة المتاخمة لمحور نيت ساريم من الناحية الجنوبية. أما في مدينة غزة فقد أيضا قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة العلمي في منطقة شمال القطاع لعائلة أبو جاسر، أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم زميل أو أحد الزملاء الصحفيين من عائلة أبو جاسر. واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا في مدينة غزة منزلا راح ضحيته أيضا 8 شهداء. في المنطقة الجنوبية وتحديدا خان يونس قصفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في شارع 5 على دراجة نارية في منطقة شارع 5، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد آخر من الجرحى. في منطقة الحشاشين قصفت مسيرة مجموعة من المواطنين ما أدى إلى ارتقاء شهيد نقل إلى مستشفى ناصر. فيما لا زال القصف المدفعي متواصلا على الأحياء الغربية وكذلك منطقة وسط مدينة رفح. كل هذا العدوان يأتي في ظل استمرار التأثيرات الإنسانية الصعبة للحصار الذي تفرضه إسرائيل بفعل إغلاق المعابر معبري رفح وكرم أبو سالم، وحيلولة الجيش الإسرائيلي دون إدخال ما يلزم القطاع من أدوية ومستهلكات طبية ووقود لازم لتشغيل المولدات الاحتياطية للمستشفيات في المناطق الجنوبية والوسطى وكذلك مناطق شمال القطاع. شكرا أحمد غانم من خان يونس. بعد التحية فاطمة، تفضلي حول آخر المعطيات والمستجدات الميدانية للساعات الأخيرة لجبهة جنوب لبنان. نعم محمد، استفاقت المنطقة الحدودية اليوم على عملية باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي حين استهدفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، هذا الموقع الذي يقع مقابل بلدتي حولة وميس الجبل. أيضا سجلت صباح اليوم اعتداءات إسرائيلية باتجاه المنطقة الحدودية، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة حولة الحدودية. كذلك بينما كانت فرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق المندلعة في أطراف كفر شوبة، أطلق حامية موقع رويسات العلم نيرانا تحذيرية في محيط عملهم لإبعادهم عن أماكن اندلاع النيران. إذن هذه هي الاعتداءات الإسرائيلية التي سجلت منذ صباح اليوم، يعني بالإضافة إلى تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية بين الحين والآخر. يعني هذه العمليات أو هذا اليوم جاء بعد يوم شهدت هذه الجبهة اشتعالا على طول الجبهة الأمامية في كل القطاعات ساعات نيران كثافة نارية باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عمليات نوعية للمقاومة جاءت ردا على الاعتداءات التي طالت مناطق مدنية، إضافة إلى عمليات داعمة لغزة من ميدان جبهة جنوب لبنان. كذلك كان لافتا إدخال المقاومة يوم أمس صواريخ أو أسلحة جديدة، إضافة إلى إدخال مستوطنات جديدة تحت دائرة الاستهداف كما حصل يوم أمس، وجاءت ردا على الاعتداءات التي طالت مناطق مدنية، وهو تنفيذ لتهديد السيد نصر الله حول الاعتداءات أو تمادي الاحتلال باعتداءاته باتجاه المناطق الحدودية. كذلك كان لافتا يوم أمس البيان الذي أصدرته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال، حيث استهدفت موقع الراهب بقذائف مدفعية والأسلحة الموجهة، وهو ما يؤكد انخراطهم الفعلي في عمليات الإسناد من هنا من جبهة جنوب لبنان. لابد أن أشير أيضا لأن المقاومة نفذت يوم أمس سلسلة عمليات لم تمر ساعة من دون تسجيل عملية باتجاه هذه المواقع الملكية المطلة، إضافة إلى استهدافها مبان يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما حصل في مستوطنة المنارة. المسار المتصاعد لعمليات العسكرية المقاومة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية وإثبات المقاومة تفوقا في قدراتها الردعية، خصوصا النجاح في التفوق وفي اختراق القواعد أو المنظومات الاعتراضية البرية والجوية عبر المسيرات الانقضاضية التي تصل إلى أهدافها. لا شك أنها تترك مخاوف وتداعيات على المستوى الشعبي إضافة على المستوى العسكري عند جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما لمسناه من خلال التصريحات الإسرائيلية اليوم، حيث قالت إذا توسعت المواجهة في الشمال فإن استهداف المسيرات لغوجدان والمنشآت الاستراتيجية سيصبح جزءا من المعركة، إضافة إلى تصريح آخر مع دخول طائرات مسيرة أكثر تقدما إلى المعركة الشمالية فإن اكتشافها المبكر سيكون أكثر تعقيدا. إذن هذه هي التصريحات الإسرائيلية التي ظهرت اليوم وتعكس المخاوف الإسرائيلية، إضافة إلى تصريح يقول بعد 9 أشهر ونصف من الحرب لا يزال الشمال أرضا مهجورة وتم إجلاء عشرات الآلاف من سكانه. إذن نحن نرصد هذه التصريحات التي تأتي بعد تصاعد وتيرة عمليات المقاومة، وهذا ما يعكس حالة الإرباك والخوف الذي يعيشه الداخل الإسرائيلي في ظل ارتفاع وتيرة المواجهات عند الجبهة الشمالية المساندة لغزة. شكرا فاطمة فتوني. نبدأ جولتنا على الصحف ومختاراتها لهذا اليوم. صنعاء تخرج مفاجآتها إلى قلب إسرائيل وما بعده. نقرأ في الأخبار اللبنانية. باشرت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء عمليات ردع استراتيجي للعدو مستهدفة للمرة الأولى قلب تل أبيب في هجوم تجاوز الخطوط الحمراء للعدو على حد تعبير بعض مسؤولي الكيان. وأثارت العملية الجديدة موجة هلع في داخل الكيان فيما عكست تنامي القدرات العسكرية اليمنية. بهذه العملية تفرض قوات صنعاء معادلة عسكرية جديدة في أعقاب إعلانها عرض الغذاء مقابل الغذاء لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يتضمن سماحها بدخول سفن تابعة للكيان من البحر الأحمر إلى ميناء إيلات مقابل سماح العدو الإسرائيلي بإدخال مساعدات بكميات مماثلة إلى القطاع. وتزامن الهجوم على تل أبيب مع اعتراف هو الأول من نوعه لقائد القيادة المركزية الأمريكية بفشل المهمة الأمريكية في البحر الأحمر، كما اعترفت البحرية الأمريكية بتنفيذها عمليات إصلاح للمدمرة غريفلي بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر. هذا في ظل تراجع الوجود العسكري الأمريكي في البحر الأحمر إلى بارجتين 2 فقط وفق مصادر ملاحية يمنية. أرحب بك مجددا ضيفنا الأستاذ نصر الدين عامر مدير وكالة سبأ للأنباء، تنضم إلينا من صنعاء. ولأهمية الحدث بالأمس سأتوجه إليك بسؤالين. أفتتح بالسؤال الأول عن الجرأة اليمنية بضرب عمق تل أبيب على مسافة قريبة جدا من بعض المراكز الحساسة. هل تخطت صنعاء المعادلات التي كان يرسمها الأمريكي ومن خلفها الإسرائيلي في المنطقة لتتجاوز هذه المعادلات بجرأتها حد المواجهة المفتوحة انتصارا لغزة ودعما وأسنادا لها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة من يشاهد ويتابع الأحداث في غزة يرى بأنه لم يعد هناك أي مراعاة لا للإنسانية ولا لأي شيء من القوانين، لا الدولية ولا غيرها، وأنه لا خطوط حمراء يجعلها كان العدو الإسرائيلي هناك أمامه، يقتل المدنيين بكل أصناف القتل وبكل أنواعه، بالإبادة الجماعية وبالموت البطيء، بالجوع، بالحصار، بالتنكيل، يقتل الأسرى، المعاقين، المستشفيات. يعني لا شيء محصن، ولا شيء له قداسة، ولا شيء له حرمة، ولا شيء له خطوط حمراء في غزة. ولذلك نحن نتعامل مع هذا العدو بهذه الطريقة، أنه مع احتفاظنا بأخلاقنا وبقيمنا، لكن يعني نشتغل معه أو نقاتله أو نواجهه بدون سقوف. فيعني هو لم يضع خطوطا حمراء ولا سقوفا في المعركة مع فلسطين. نحن أيضا لا نضع هذه السقوف متى ما نستطيع وأمكننا قدرة وامتلكنا التكنولوجيا والقدرة واستطعنا أن ننتجها ونحولها إلى يعني أسلحة جاهزة ومباشرة للضرب. نستخدم هذه الأسلحة لضرب كيان العدو الإسرائيلي لدى صنعاء، لدى القيادة، لدى السيد عبد الملك شخصيا، ويعني قيادة الدولة في صنعاء الجرأة والشجاعة والإيمان والثقة بالله عز وجل والتوكل عليه، ما تجعلهم قادرين على أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. ثم أن المعادلة أيضا واضحة بأننا نتعامل، نحن لدينا نقاط قوة نستخدمها، ولدى العدو نقاط ضعف نستغلها. فيعني هو الآن حائر، ما الذي يفعل؟ كيف يصنع أمام هذه الضربة؟ يعني يختلف الوضع من هنا أو هناك، يختلف مثلا الوضع في لبنان عن الوضع عندنا مثلا هنا في اليمن. الإسرائيلي الآن حائر، بينما في لبنان قد يكون الوضع مختلف بشكل أو بآخر. ومع ذلك فإن حزب الله أيضا يذهب إلى مثل هذه المعادلات بحسب يعني رؤية مدروسة. على كل الأحوال يعني نحن أرسلنا رسالة من خلال هذه الضربة إلى كيان العدو الإسرائيلي بأنه لا مأمن لقادة الحرب ومجرمي الحرب الذي يرتكبها المجازر في غزة، وبأنهم عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم، وبأننا نشتغل معهم ونقاتلهم بدون سقوف، وبأننا إذا كانوا يريدوا الآن أن يستمروا في عمليات التنكيل بالشعب الفلسطيني في غزة بدون رحمة وبدون هوادة، نحن أيضا سنقاتلهم بدون رحمة، كما عملنا في البحر. لم نسمح لسفينة ولم يعني يشهد ميناء أم الرشراش إيلات إلا سفينة واحدة التي تحدثوا عنها خلال يعني مدة الحصار بالكامل، وهذه السفينة دخلت بالتمويه وضربت عندما خرجت. يعني لم يستطع تحالف طويل عريض أمريكي وبريطاني أن يرفع الحصار وأن يسمح بدخول سفينة واحده إلى كيان العدو الإسرائيلي. هنا تقودني أستاذ نصر الدين إلى سؤالي التالي، أنه الطائرة مسيرة يافا بالأمس يعني ضربت كل السردية الإسرائيلية، وحتى يعني التخبط الكلامي الذي شاهدناه على أكثر من مستوى بالأمس حول عدم يعني مواجهتها أو عدم التصدي لها من قبل كل منظومات الدفاع الإسرائيلية، لتتجاوز ذلك إلى حدود البحر الأحمر، إلى المواجهة المباشرة مع الأمريكي وتخطي أيضا منظومات الدفاع الأمريكية. وبالتالي اليوم صنعاء على ما يبدو من خلال توسيع رقعة هذه المعادلات التي تفرضها هي ترسم معادلات مع باقي جبهات الإسناد طبعا، ملامح أمن قومي جديد مخالف للرؤية الأمريكية، أمن قومي إقليمي طبعا. صحيح صحيح. اليوم الرؤية التي يحملها، نعم أكيد، الرؤية التي تحملها صنعاء يعني 21 من سبتمبر، وتتشارك معها أيضا مع أطراف محور المقاومة، محور الجهاد والحرية والاستقلال، هي تحمل رؤية مختلفة للمنطقة وتسعى إلى تحرير المنطقة بالكامل، وأيضا تسعى إلى ضرب الهيمنة الأمريكية بالكامل، إضافة إلى ما هو قائم حاليا من إسناد للشعب الفلسطيني باعتبار المعركة القائمة. لكن هذه معركة هي جزء من معركة عامة وشاملة ينخرط فيها الفلسطيني واللبناني والسوري والعراقي واليمني والإيراني وكل يعني أبناء المنطقة الأحرار من مصر ومن مختلف الدول العربية والإسلامية بمختلف قدراتهم على الإسهام في هذه المعركة. لكن هناك تتبلور رؤية مختلفة ومشهد مختلف في المنطقة اليوم، يعني شكله آخر. نحن اليوم نتحدث عن يعني ضربات في العمق الإسرائيلي، نتحدث عن حصار، يعني لم يكن أحد في سابقا يجرؤ على إطلاق النار على إسرائيل. يعني المسألة لم تكن تتعلق بالقدرة فقط، وإنما بمن يجرؤ، يعني من يجرؤ أن يفعل ذلك. وإلا فالأسلحة موجودة والجيوش موجودة والتسليح، الدول العربية والإسلامية تنفق مليارات الدولارات على شراء الأسلحة سنويا، لكن من يجرؤ أن يستخدم هذه الأسلحة باتجاه إسرائيل؟ اليوم إسرائيل مختلفة عن السابق، وأيضا هناك قوى عربية وإسلامية في المنطقة مختلفة عن السابق، هناك تراكم للقوة، هناك تراكم للخبرة. نحن مثلا هنا في اليمن شنت علينا حرب واسعة، معروف من يدفع خلف هذه الحرب ومن يقف خلفها، الأمريكي ولمصلحة الإسرائيلي. لكن راكمنا قوة، راكمنا صلابة، راكمنا خبرة، راكمنا تجربة، وأيضا قناعة لدى شعبنا. عندما رأوا الناس والشعب اليمني اليوم أكثر قناعة وأكثر يعني ثقة بهذه القيادة التي تقود المعركة اليوم، لأنه جرب ووصل إلى ما تحدثت عنه هذه القيادة وإلى الرواية وإلى يعني الطرح اللي طرحته القيادة منذ الأيام الأولى بأن هذه المعركة إسرائيلية وبأننا يجب أن نتحرر. ثمار هذا الصمود، ثمار هذه المواجهة، ثمار هذا الصبر، ثمار هذه التضحية أصبحت واضحة اليوم، واضحة على شكل قوة واقتدار في الميدان، مواقف تشرف، مواقف عظيمة، مواقف تتناغم وتنسجم مع رغبة الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني يخرج إلى الشارع بالملايين، يطالب بضرب إسرائيل، يطالب بضرب تل أبيب، فتضرب القوات المسلحة اليمنية تل أبيب وتستجيب هذه القيادة. إذا هناك تناغم وهناك يعني معادلة جديدة فريدة في المنطقة. اليوم لا يوجد انسجام ما بين حكومة وشعب كما يحدث الآن في اليمن في المنطقة، نتيجة أن الحكومات تكون عميلة للغرب بينما الشعوب لديها تطلعات وآفاق وهي تعرف عدوها. يعني اليوم معظم شعوب منطقتنا يعرفون عدوهم، يعرفون بأن إسرائيل عدو وبأن أمريكا لا تريد لهم المصلحة ولا الخير، وبأنها عدو، وبأنها سبب توتير في المنطقة، وتواجدها في المنطقة هو سبب دمار وسبب مشكلة وليس حلا أبدا، ولكن المشكلة في أنظمتها تتجه خلافا لذلك وتعمل خلافا لمصلحتها وخلافا لمصلحة شعوبها. لكن في اليمن وفي ما يفتعله وما يعتمل الآن في محور المقاومة هو نموذج جديد وفريد جدا من الانسجام ما بين القواعد الشعبية، بالرغم من الضغط الكبير الاقتصادي والحصار والحملات الإعلامية التحريضية الواسعة التي تعرض لهذا المحور، لكن المواقف الكبيرة والعظيمة التي تقدم كما حدث مثلا بالأمس هذه تعطي يعني تزيل وتمحو كل تلك الحملات وتلك يعني محاولات التشويه التي يتعرض لها هذا المحور وأطرافه وقواه الحية وقادته هذا المحور. تأتي مثل هذه المواقف العظيمة وتقدم المحور وتقدم قادة المحور وأطراف المحور بشكل مختلف، بشكل ينسجم مع رغبة وتطلعات هذه الشعوب وهذه الجماهير الواسعة التي أنتم تابعتم والجميع تابع بالأمس حالة التأييد الواسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية وبل في العالم كله، الأحرار في العالم كله لهذه العمليات التي شعروا بأنها انتصار لهذه الدماء، وهي انتصار للضمير الإنساني وانتصار للرغبة العالمية، لأن اليوم الجميع بدون استثناء ما عدا إسرائيل والصهاينة بالتحديد ومن يتصهين معهم من الأمريكان الذين لا يريدوا وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان على غزة، وإلا الجميع وحتى المراوغ منهم يقول بأن وجوب حتى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يقول بوجوب وقف إطلاق النار في غزة، لكن لا أحد يعمل من أجل وقف إطلاق النار. نحن اليوم هذه المسيرة، هذه العملية الاستراتيجية النوعية هي تقرب عملية وقف إطلاق النار في غزة ويعني إيقاف هذه المذبحة وهذه المجزرة. إذا سنتطرق إلى لحظة المفاوضات في سياق جولتنا على الصحف. أستاذ نصر الدين، اسمح لي، الولايات المتحدة تطلق مساعي لمنع روسيا تسليح الحوثيين بصواريخ مضادة للسفن. تكتب وول ستريت جورنال، تحذر وكالات الاستخبارات من أن روسيا قد تزود الحوثيين صواريخ مضادة للسفن ردا على تزويد الغرب أوكرانيا السلاح. بحسب الصحيفة فقد بدأت الإدارة الأمريكية جهودا سرية لمحاولة منع موسكو تسليم الصواريخ إلى الحوثيين عبر دولة ثالثة وفقا لمسؤولين أمريكيين رفضوا تحديد هذه الدولة. كشف مسؤول في الإدارة أنه طلب إلى القيادة المركزية إعداد قائمة أوسع للأهداف المحتملة في اليمن، بما في ذلك ضرب منشآت أكبر لتخزين الأسلحة واستهداف قادة الحوثيين ردا على هجمات البحر الأحمر. تضيف الصحيفة أنه من شأن قرار موسكو تسليح الحوثيين أن يمثل تصعيدا في مواجهتها واشنطن. قائد القيادة المركزية الجنرال كوريا بعث برسالة لوزير الدفاع وصفها مطلعون بأنها صادمة في لهجتها، وقد حذر من أن استمرار واشنطن في النهج نفسه في منطقة البحر الأحمر يعني مقتل جنود أمريكيين. تنقل الصحيفة عن خبير دفاعي أن الحوثيين يمتلكون قدرات مضادة للسفن متقدمة، لكن الأسلحة الروسية المضادة للسفن ستمثل قفزة نوعية وتضيف مزيدا من القوة إلى التهديد البحري الحوثي الحالي. ما طبيعة هذه المعلومات الواردة في هذا المقال أستاذ نصر الدين؟ أولا هم مصدومين من نتائج هذه المعركة، جاءوا بهذا التحالف وكانوا يظنوا بأنه مجرد إعلان هذا التحالف، ونحن يجب أن نعود ونتذكر ذلك التحالف الذي تفكك قبل أن يبدأ، وفي نهاية المطاف تمخض من هذا التحالف أمريكا وبريطانيا يعني منفردتين. ولكن هم ظنوا بأنه مجرد إعلان هذا التحالف أننا سنتراجع وأننا سنقف أو نوقف هذه العمليات المساندة لغزة، لكن هذا لم يحدث، ثم جاءوا وبدأوا في العمليات العسكرية. في بدايتها كانت دفاعية تحاول أن تحمي السفن الإسرائيلية، فشلت في ذلك، شنوا الغارات وقالوا بأنهم دمروا القدرات وبأنهم حتوا من القدرات، لكنهم إلى الآن وبعد مرور هذه الأشهر الطويلة عجزوا أن يمرروا سفينة واحدة إلى ميناء أم الرشراشيلات واحدة، يعني أمريكا وبريطانيا وقواتهم البحرية عجزت أن تمرر، بل أنهم تسببوا في أن تتوقف حركتهم الملاحية المدنية والعسكرية يعني في هذه المناطق. إذن هم أمام خسارة هائلة، ولذلك يذهب اليوم لإعطاء محاولة للتفسير، يعني محاولة للتبرير لهذا الفشل. يقولوا وإن كانوا يتحدثوا عن مستقبلا، وكأنهم يريدوا أن يمهدوا لخسارة أكبر، لفشل أكبر، أنه هذا احتمال لأن هناك أسلحة روسية، لأن رغم أنه هذا لا يمنع، يعني لا يمنع اليمن من حقها ومن حقنا نحن أن يعني نستفيد من كل نقاط القوة التي يمكن أو الفرص التي يمكن أن نستفيد منها في العالم كله، هذا من حقنا وحق طبيعي جدا ولن نتنازل عنه. لكن ما هو قائم حاليا هو محاولة التبرير لفشل تم ولفشل قادم. يحاول أن يقولوا إذا كان هناك في المستقبل إغراق للسفن أو استهداف، لأن هذا وارد جدا، فإن هذا المبرر هو أنه قد تكون روسيا دخلت على الخط وأعطت أسلحة معينة لليمن. يعني هذا يعتبر تمهيد لخسارة، لأنهم يدركوا من خلال تجربتهم السابقة بأنه في بعض الأحيان لم يكن بينهم وبين بعض الأسلحة من أن تصيبهم إصابة خطيرة جدا ويمكن أن تغرق سفن كبيرة ومؤثرة إلا يعني بضع ثواني أو أمتار معينة، وهذا خطير جدا بالنسبة لهم. ولذلك هم يقدروا الموقف ويعتبروا بأنفسهم بأنهم تورطوا في معركة يمكن أن ينتج عنها كما ذكروا هم قتلى من الأمريكان وضحايا من يعني قتلى من الأمريكان، من الجنود الأمريكان المعتدين على بلدنا، وأيضا خسائر عسكرية واضحة لا يستطيع إخفائها، ولذلك يمهدوا من خلال هذا الكلام. على كل الأحوال هذا التحالف فشل، ويجب أن يعترفوا، وهم اعترفوا الآن بهذه التصريحات والتسريبات التي خرجت بأنهم فشلوا تماما في هذا التحالف، والفشل سيلاحقهم. وأن تأتي حاملة طائرات جديدة بدل حاملة الطائرات التي فرت والتي خسرت والتي هزمت، ستهزم أيضا وستخسر، والله أعلم وحده من يعلم ما هو مصير هذه الحاملة الطائرات سيكون. نحن لا نبالغ في تقدير قواتنا ونقول بأننا سنفعل وسنغرق ونفعل، لكننا سنسعى لذلك وسنعمل من أجل ذلك، يعني سنشتغل ليلا ونهارا من أجل أن نصيب هذا العدو وأن نكسر يعني هيمنته وأن نكسر هيبة الأمريكي. هذا هدف أساسي لقواتنا العسكرية في اليمن وللقيادة في اليمن، هي أن تكسر هيبة الأمريكي وتكسر السطوة التي تهيمن على عقول قادة المنطقة وشعوب المنطقة. بعض من شعوب المنطقة يجب أن تسقط هذه الهيمنة، وقد سقطت لولا الرهبة الموجودة في أنفسهم، وإلا فالواقع يشهد بأنها سقطت فعليا. إطلاق الطائرة المسيرة على تل أبيب نتيجة الضعف والعجز، تكتب يدعوات تحرنوت. ليس من المفترض أن يكون انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب أخطر في نظرنا من الانفجار في حرفيش على الحدود مع لبنان، لكن هكذا ينظر إليه في عيون أعدائنا. نتنياهو وأعضاء الكابينت ربما يمكنهم الحديث كأنهم يفهمون ما يجري وما يفعلون، لكن أي قرد في السفاري كان سيفعل هذا أفضل منهم بكثير. لماذا تعمل حكومة إسرائيل وفق قواعد الإيرانيين؟ ربما استهداف تل أبيب سيؤدي أخيرا إلى الرد على اليمنيين، لكن أين كنتم كل هذه الأشهر التسعة الماضية التي كانوا يستهدفون فيها إيلات؟ يكفي هذا الضعف والعجز. إنها ليست مسألة يمين ويسار، بل هي أن تكون صاحب عمود فقري أو خرقة بالية. الهدوء لا يشترى بضعف. هذا فظيع، لكن هذه هي الحقيقة. لقد وصلنا إلى مكان متدنٍ جدا، حيث دولتنا بحسب تعبير الصحيفة تقودها مجموعة قراراتها أسوأ من تلك التي كانت ستتخذها مجموعة قرود في حديقة حيوانات. أستاذ نصر الدين، إلى أي مدى اليوم فقد المستوى السياسي الحاكم في الكابينت الإسرائيلي من خلال هذا الائتلاف اليميني المتطرف هذه الإرادة الشعبية والإيمان والعقيدة الإسرائيلية؟ طبعا نتحدث كمستوطنين يعني ينتمون لهذه الدولة وهذا المشروع الحلم. فقدوا هذه المشروعية وهذه المصداقية مع طاقمهم السياسي. وماذا لو كان خصوم نتنياهو اليوم في الحكم من لابيد وغيره؟ هل كانوا سيملكون يعني زمام أي مبادرة أخرى؟ جيد، الجزء الأخير من السؤال هو جواب على السؤال. أنا أقول لك بأن محاولة القول بأن هذه الإدارة الإسرائيلية الحالية المشكلة فيها أو الضعف فيها أو أنها هي من يعني أضعفت كان العدو الإسرائيلي، هذا غير صحيح. أولا عليهم أن يدركوا بأن وضع المنطقة لم يعد كالسابق، وبأن قوى المقاومة ليست تلك المقاومة البسيطة التي ترمي بالحجارة والتي معزولة ومكشوفة الظهر والتي يتلاعب بها حكام العرب اليوم. المقاومة تعمل سواء في داخل فلسطين بعيدا عن الأنظمة تماما، ليس لها أي اتصال إلا في موضوع المفاوضات بأنظمة محدودة وفي إطار معين، وهو مسألة المفاوضات وشروط معينة يتم الرد على أسئلة وتعود يعني فقط. لكن كان في السابق هذه الأنظمة تصور نفسها بأنها من ترعى هذا وقمم عربية تقرر. اليوم ليست القمم العربية من تقرر، اليوم هناك قادة شجعان أبطال يقررون ويضربون بقوة وببسالة وبيسارة. وأيضا هناك مقاومة فلسطينية مقتدرة وقوية وصلبة وشجاعة ومؤمنة وثابتة، ويعني محصت نفسها وتخلصت من العملاء والخونة، غير مخترقة. هذه المقاومة مع هذا المحور الذي يحتضن هذه المقاومة، مع هذه الجماهير التي نضجت الأفكار لديها واختبرت الكيان العدو الإسرائيلي وعرفته على حقيقته، وأيضا الهيمنة الأمريكية، هذا مجموعه كله أنتج معادلة مختلفة وأوجدت إسرائيل مختلفة وإسرائيل ضعيفة. ولذلك لو جاء اليوم لبيد أو المعارضة يعني لكانوا أسوأ مما هو حاليا، أو قد يكون يعني بشكل آخر، لكن إسرائيل في ذاتها كان العدو الإسرائيلي هو ضعيف لأنه وجد من يواجهه بقوة. كانت قوة هذا الكيان هو في ضعف من يواجهه، كانت قوة هذا الكيان في أن من يواجهونه لا يملكون الإيمان، بل صرعوا الثقة بالله والتوكل عليه في أنفسهم قبل أن يذهبوا لمصارعة العدو الإسرائيلي، وتمسكوا بعناوين أخرى لا علاقة لها بالصراع وبطبيعة الصراع وما الذي يمكن أن ينتج معادلة انتصار واضحة. لذلك اليوم الضعف مختلف، لأن هناك خصوم وهناك مواجهة وهناك جبهة قوية جدا تواجههم وتهزمهم، وليس وإلا فكان العدو الإسرائيلي اليوم بالتقديرات العادية هو أقوى من السابق، يعني يملك أسلحة أكثر، يملك إمكانيات أكثر. ولكن لماذا يخسر؟ لماذا يغرق في غزة منطقة جغرافية بسيطة جدا بينما انتصر على جيوش عربية سابقا؟ لماذا هذا؟ لأن هناك اليوم وضع مختلف تماما. اليوم هناك مثلا القوى التي تواجه كيان العدو الإسرائيلي ليست قوى متنازعة، قوى منسجمة، قوى تتفادى بالأرواح، يعني الكل في محور المقاومة مستعد أن يفدي الآخر بروحه. هذه الروح، هذه العقيدة القتالية الإيمانية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى مختلفة تماما. ولذلك هم يحاولوا اليوم أن يقولوا والله مشكلتنا أنها هذه الإدارة أضعفت كيان العدو الإسرائيلي، وأنه لو تغيرت هذه الإدارة يمكن أن نكون كصهاينة أفضل. لا، هذا غير صحيح تماما. هم ضعفاء لأنهم وجد أمامهم من يواجههم بقوة وبسالة، وسيظلوا أضعف وسيتراجعوا أكثر، وحتى لو تغيرت هذه الإدارة وجاءت إدارة أخرى سيصبحوا أضعف أكثر ضعفا حتى تنهار وتزول إسرائيل. وخطوات زوال إسرائيل بدأت بكل تأكيد، واضح حتى من خلال الوعي العام للشعوب أمتنا العربية والإسلامية كم شحنوهم طائفيا خلال الفترة الماضية، وكم حرضوا على قوى المقاومة، وكم شوهوا حوار يعني قوى المقاومة. اليوم هناك رواسب من هذا العمل والجهود الذي بذلوها، لكن كثير من شباب أمتنا تحركوا وارتبطوا وعادوا للاقتداء بقادة محور المقاومة والنظر إليهم بنظرة الاحترام والتبجيل ونظرة القدوة، وذهبت جهودهم يعني هباء، نسفها الله نسفا. يعني هذه هي المعادلة المختلفة في المنطقة، وليس الإدارة في كيان العدو الإسرائيلي. هذه جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها نستأنف جولة الصحف، سنتناول مع الزميل محمد علي الموسوي أبرز مختاراته. تفضل محمد. تحياتي لك زميلي العزيز. البداية من المملكة المتحدة من بريطانيا، متضامنون مع فلسطين يحاصرون رمزيا مبنى البرلمان البريطاني ضمن سبل الضغط لوقف تصدير السلاح لإسرائيل. لنتابع. People, we won't be silent. Stop the bombing now, 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 now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, stop the bombing now, 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 now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three. المذيعان البريطانيان أيضا جيمس ويلو وآش جولد على قناة توك تي في اليمينية المتطرفة يطردان الناشط مع فلسطين برايس جرين المتضامن الأمريكي الأفريقي لكونه يلبس الكوفية. لنتابع هذا الفيديو. The colonizers were the people that kicked the Jews out of their indigenous land. Will you do me a favor while we carry this out, because I don't approve of you wearing what is support for a terrorist organization. Could you take the scarf off? I will not take the scarf off. Why not? It's actually a British Army uniform, you know. That's good. If you have a problem with the scarf, then you can kick me off the interview. But if this interview will continue, I will be wearing it. Yeah. Well, you're not you know, the fact is that you are one of the reasons why the problems in Gaza are still going on, because you're giving the terrorist organization there the idea that they have got lots and lots of support. You might have a few stupid people who are more responsible for the Gaza. Oh yeah, go on. People who were sending weapons to Gaza, the 2,000-pound bombs that were halted and replaced with 500-pound bombs that are being used to kill civilians. I think the people sending those weapons are more responsible for what's going on in Gaza. ومن المغرب من مراكش وقفة احتجاجية تضامنا مع غزة لنتابع. العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية حضروا خلال فعاليات مسيرة الأيام أو مسير الأيام الأربعة الدولية في هولندا. لنشاهد هذا الفيديو. ومن ستوكهولم من السويد أيضا وقفة تضامنية مع فلسطين. ومن بعد الضربة اليمنية على عاصمة الكيان المحتل تل أبيب، ردود فعل شعبية وفرحة عارمة تجتاح الشوارع العربية من البصرة العراق، كما نتابع أمامنا هذا المغرد غرد من البصرة هذه الليلة فرحة عارمة ورفع للشعارات على السيارات التي تتجول فرحا ابتهاجا بعملية يافا. لنشاهد هذا الفيديو. ومن تطوان أيضا تحية لليمن الأبيض. ختاما من غزة تحية إلى اليمن. لنشاهد. إنسان صحيوا من النوم على خبر المسيرة، الحياة رجعت في وجوههم يا إخوان. الناس معنوياتها لفوق 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 والفوق. كل الحب والاحترام والتحية لأخواننا ورجالنا وأبطالنا أهل اليمن. هي الأمم اللي الواحد بيفتخر فيها وبيرفع راسه فيها يا إخوان، والله العظيم. هي الأمم هي اللي بدنا إياها في غزة، مش تقول لي علبة فول ومساعدة. بدنا شكل يا إخوان، بدنا شكل، بدنا قوة. أدبوهم وألكوا أدبوهم وألكوا عرفوهم إنه في لسه في رجال، في أبطال لسه. كل الحب والتحية والتقدير والاحترام لأخواننا وحبايبنا من قلب قطاع غزة إلى حبايبنا في اليمن. كانت هذه جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي. عودة إليك زميلي العزيز. شكرا لك أستاذ نصر الدين عامر. يعني من خلال ما انتهت إليه هذه الفقرة لناحية هذا الدعم الذي يقدمه اليمنيون والإسناد لأهالي غزة، هذا الطيف الشعبي الواسع في أكثر من مدينة عربية تحديدا داخل غزة أيضا، ما الذي يعنيه أن تشكل هذه المؤازرة اليمنية، يعني هذا الزخم الشعبي على المستوى العربي بشكل عام ولأهل غزة بشكل خاص، أي إضافة لهذا المستوى الشعبي؟ هذه من مكاسب وثمار ويعني التضحيات التي تبذل اليوم والبطولات التي تقدم والمواقف العظيمة التي تقدم تجسد الأخوة العربية والإسلامية اليوم. هذه المشاهد المتنوعة والتي تنتقل من بلد إلى بلد آخر تثبت بأن سايكس-بيكو وهم إذا ما كانت هناك مواقف عظيمة وشرف عظيم وقضية كبيرة جدا يتمسك بها هذه الأمة ستصبح واحدة بغض النظر عن يعني الظروف أو الحدود الجغرافية السياسية القائمة. ستصبح القلوب واحدة وستصبح الأمة واحدة وتصبح همها واحد. لكن عندما تصبح الأمة بدون قضية ستنشغل بحراسة هذه الحدود التي رسمها المحتل، وستنشغل بالتفاصيل وبالسفاسف الأمور وبإساءة هنا وهناك في التواصل الاجتماعي لبعضها البعض. لكن الآن هذه المشاهد ليست لحظة عاطفية عابرة يمكن أن تتبدد بفعل آخر، هذه مشاهد وعواطف أو هذه مواقف معمدة بالدم، معمدة بالتضحية، معمدة بالمواقف الكبيرة والجسيمة بتحالفات تواجه تحالفات غربية وأمريكية، يعني مواقف تغير وجه المنطقة وترسم معادلة جديدة في المنطقة. إذا نحن أمام مشهد مختلف، وهذا ما تحدثنا عليه عنه قبل قليل بأن هناك مشهد مختلف اليوم يرتسم، ولذلك أصبح كيان العدو ضعيف اليوم. بقدر ما تسعدنا هذه المشاهد عليك أن تقرأها من وجهة نظر العدو الإسرائيلي الذي كان يخطط للتطبيع ويريد أن يصبح جزءا طبيعيا من المنطقة بل وسيد هذه المنطقة. اليوم عندما يشاهد هذه المقاطع وهذه المشاهد وهذه المشاعر تخرج من غزة وتخرج من المغرب وتخرج من العراق وتأتي من اليمن، وهذه المواقف العظيمة، المسيرات تنطلق من اليمن، الإسناد يأتي من لبنان، يأتي من العراق، من كل مكان، تجسد أمة واحدة، لحمة واحدة، قوة واحدة. قدر الفرح الذي يغمر قلوبنا، الحزن أيضا الذي يعتري الصهاينة والذي يشاهدوا بأن أحلامهم تبددت. أيضا العملاء والخونة في المنطقة الذين فكروا في التطبيع والذين طبعوا بعضهم والبعض يخطط للتطبيع اليوم، كيف شعورهم عندما يشاهدوا هذه المشاهد؟ لقد نحر مشروع التطبيع من الوريد إلى الوريد بفضل هذه المواقف. لكن الكلام والخطابة والحديث لا يولد هذه المشاعر الإيجابية، ولكن العمل والمواقف العظيمة، مثلا هذه العملية التي ضربت قلب ويعني وأهم منطقة في العدو الإسرائيلي وأكثر منطقة أمنا في كيان العدو الإسرائيلي، جاءت لتحرك هذه الدماء الحرة في الأمة العربية والإسلامية لتخرج وتثبت بأنها واحد وبأنه جسم واحد وأمة واحدة وعائلة واحدة وعدوها واحد وصديقها واحد وهمها واحد وسلاحها واحد وقلبها واحد يعني وألمها واحد وفرحتها فرحة واحدة. إذا هذا مشهد جديد، هذه هي المنطقة الجديدة، هذا هو الشرق الأوسط الجديد كما يسميه، هذا هو الشرق الأوسط الجديد، هذه آسيا الجديدة يعني غرب آسيا، هذا المنطقة العربية والإسلامية والعالم العربي والإسلامي الجديد الذي ترسمه المقاومة اليوم وتخطه بحبر من دم. نستأنف جولتنا على الصحف فيما تبقى من صحف نجول فيها اليوم. الإمارات تخطط للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة ما بعد الحرب. تكتب فاينانشال تايمز: الإمارات أعربت عن نيتها إرسال قواتها إلى غزة لتكون بذلك أول دولة تعلن هذا الأمر، في مقابل أن تقوم الولايات بخطوات نحو دولة أو الولايات المتحدة بخطوات نحو دولة فلسطينية بحسب ما أعلنت مبعوثة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة، التي أضافت أن بلادها ناقشت هذا الأمر مع الولايات المتحدة بهدف تأمين المساعدات وإعادة البناء، وأنها ستتخذ هذه الخطوة في حال طلبت إليها السلطة الفلسطينية ذلك. هذا فيما لا تزال مهمة القوات الإماراتية قيد النقاش. دبلوماسيون قالوا إن مصر والمغرب تدرسان أيضا نشر قوات في غزة ما بعد الحرب، هذا فيما أبدت دول أخرى مخاوفها من دخولها غزة على ظهر الدبابة الأمريكية وإمكان مواجهة المسلحين فيها. تكتب فاينانشال تايمز: جيش الإمارات هو الأكثر تدريبا بين الدول العربية، ولا سيما أنه شارك في كثير من مناطق الصراع حول العالم، كما أنها من الدول القليلة التي لها وجود حالي في غزة من خلال المستشفيات الميدانية. أستاذ نصر الدين، يعني كيف تنظر إلى خلفيات هذا الطلب أو هذا العرض الإماراتي اليوم السباق على مستوى الدول العربية من نوعه، وهل يمكن لفصائل المقاومة في داخل قطاع غزة، البيئة الشعبية في غزة، أن يعني ترحب بهذا الوصول لهذا النوع من القوات الأمريكية في تشكيل ملامح اليوم التالي وفق الأجندة الأمريكية؟ يعني أولا هذا موقف مخزي للإمارات أن تتحدث بهذه الطريقة، والمفترض أنها بأنها دولة عربية وإسلامية أن تعمل على أن تنتصر المقاومة، لا أن تعمل على أن تقول بأنها مستعدة لأن تأتي على أنقاض الشعب الفلسطيني وأن تدوس على أشلائه. ومع ذلك أي قوة لا تقبلها المقاومة هي ستكون حكمها حكم القوات الإسرائيلية، وأي قوى ليست مقبولة من قبل المجتمع الفلسطيني لن يتعاون معه وستصبح مستهدفة، وسيكون عبارة عن بؤرة استنزاف لهؤلاء، ولن يكون في غزة إلا ما تريده المقاومة. المقاومة اليوم تسطر الانتصارات، يعني هذا الحديث يأخذنا وكأننا نتحدث عن أن المقاومة لم تعد موجودة في المنطقة، وبأنهم يريدوا أن يخططوا، وكما يقال يعني يتنازعون على جلد الأسد، وجلد الأسد ما زال فوق الأسد، يعني الأسد ما زال حيا. فيعني المقاومة الفلسطينية هي من تقرر مصير غزة، وهي من اليوم ترسم مصير المنطقة بالكامل وليس غزة، وقوى المقاومة أيضا من تحدد ذلك. ولذلك هذا موقف مخزي وموقف خياني، وليس غريبا على الإمارات، وهي مطبعة خائنة مجرمة. يعني هذا أمر اعتيادي من نظام بهذا السوء وبهذا القبح أن يفعل مثل هذا وأن يصرح بهذا. ومع ذلك نحن وكل قوى المقاومة في المنطقة، وأنا أتحدث عنه نحن هنا في صنعاء، نحن مع المقاومة الفلسطينية وظهر لها وسند لها في الخيارات التي تراها مناسبة. إذا كانت ترى بأن هذا الفعل هو عبارة عن اعتداء على غزة واعتداء على فلسطين وانتهاك بحق الشعب الفلسطيني وانتقاص من سيادته وانتقاص من جهوده ومن ثمار تضحياته، فنحن سنقف إلى جانبهم وسنتصدى لمثل هذه الخطوات بكل قوة وبكل اقتدار، والإماراتي يعرف من نحن وكيف عندما نتصدى له. لكن من باب يعني معالجة سياسية لهذا العرض أستاذ نصر الدين، يعني كان لافتا بعد الرفض الأمريكي أو الرد الإماراتي على طلب نتنياهو في المراحل السابقة، بأنه حين قال أنه الإمارات يمكن أن تكون من القوات العربية التي ستدخل، قالت يومها إنها أو نفت أو اعترضت على ما قاله نتنياهو، لكن اليوم الموقف تبدل من قبل الإمارات. أين يكمن مكمن هذا التبدل في الموقف الإماراتي أو العرض الإماراتي؟ الموقف الإماراتي هو موقف ملحق بالإسرائيلي، وهم مطبعون ومنسقون أمنيا وعسكريا، ولكن الإماراتي يحاول أن يتفادى الخطوة، يحاول أن يمتص وأن يقدمها صدمة بالتدريج، يعني لكي يتحدث أولا ينفي ثم يعود الآن يقول أنه موافق، لأنه يخاف من ردة فعل الجمهور العربي والإسلامي. ولكن المسألة ليست فقط مسألة الشعوب التي سترفض هذه الخطوة، ولكن أيضا إذا ما رفضها الشعب الفلسطيني ورفضتها المقاومة الفلسطينية سيكون رد مختلف تماما، وسنرفضها جميعا وسنواجهها جميعا. يعني هذه الخطوة لن يقرر في مصيرها إلا الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي هي الممثل الحقيقي والفعلي للشعب الفلسطيني. من الصحافة التركية نقرأ في صحيفة دورو خبر أولوية مقترح قانون محاكمة مجرمي الحرب. تستمر وحشية إسرائيل وبربريتها بحق الأطفال والنساء في غزة، فالعدو قصف خلال 10 أيام 8 مدارس وارتكب مجازر مروعة، فهل من عصر شوهدت فيه مثل هذه البربرية؟ لقد وافق البرلمان التركي على مناقشة مقترح القانون الذي طرحه حزب الدعوة الحرة عن الأتراك مزوجي الجنسية ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية ويدعمون جرائم العدو الصهيوني، وطالب أيضا بالحكم بالسجن المؤبد على كل من يشارك في جرائم الحرب إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي. يتوقع أن يدرج المقترح في جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل. علينا أن ننسى بأن مجرمي الحرب يقتلون يوميا العشرات من الأبرياء، ولذلك ينبغي إيلاء الأولوية لمقترح القانون ومحاكمة المشاركين في ارتكاب المجازر الجماعية في غزة على غيره من القوانين. لعل الموقف التركي متقدم على مستوى البرلمان لناحية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية أستاذ نصر الدين عامر، هذا الموقف التركي الذي أيضا شهد يعني بشكل مضطرد ارتفاعا في وتيرته ونسقه باتجاه ما يجري في غزة، من أي زاوية يمكن قراءته وفهمه؟ المطلوب من الدول العربية وخاصة مثلا مثل تركيا التي كان لها موقف سابق أو مواقف سابقة دول إسلامية صحيح أو لها علاقة بشكل أو بآخر، نعم بشكل أو بآخر بغزة، ينبغي أن تكون مواقفها أكبر من هذا ومتقدمة. نحن نتحدث اليوم لا نتحدث عن الأيام الأولى للأحداث، ولا نتحدث عن الساعات الأولى للمجازر والجرائم الإسرائيلية، نحن نتحدث عن 10 أشهر يعني من هذه المجازر. ولذلك يعني بقدر ما نشيد بأي مواقف تأتي من هنا وهناك تحرك، يعني بالطبع يعني من يتحرك وأفضل مما لا يتحرك، لكن يختلف التحرك، يختلف الموقف عندما يأتي موقف يعني مشرف، موقف يتناسب مع حجم الجريمة. لكن هذه محاولة ترجع. صحيح أن هناك أحرار وهناك منتعظين من الموقف التركي داخل تركيا سواء داخل البرلمان، وشاهدنا أصوات ارتفعت وتعالت بترفض الموقف التركي القائم حاليا وتريد مواقف أقوى. وأيضا تلقى صفعة النظام التركي من في الانتخابات نتيجة تراخيه في الموقف تجاه فلسطين، ومع ذلك يظل الموقف الرسمي دون الحد المأمول والحد المطلوب منه ومن جميع الدول العربية والإسلامية، وخاصة أن هناك مواقف متقدمة في المنطقة. اليوم لم يعد كالسابق الجميع مكتفي بالبيانات والتنديدات لكي تكون هذه المواقف ممكن أن تكون مواقف عظيمة، لكن اليوم هناك من يقدم التضحية، من يقدم الدم، من يواجه، من يضرب كالعدو الإسرائيلي، من يشتبك مباشرة، من يحاصر، من يضرب بالصواريخ بالمسيرات. لذلك هذه المواقف تصبح بسيطة جدا وغير مستصاغة أو ضعيفة للغاية، وإن كنا على كل الأحوال نشيد بأي موقف يكون ضد العدو الإسرائيلي أو أي مواقف لا تذهب إلى الخيانة والتواطؤ مع العدو الإسرائيلي كما يحدث من النظام الإماراتي أو النظام السعودي. ولعله أستاذ نصر الدين عامر يعني الموقف الذي صدر في الأمس عن محكمة العدل الدولية بأن الوجود أو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو غير قانوني هي ضربة جديدة في قلب هذا الكيان المؤقت من قبل هذه المؤسسات الدولية، والتي تشكل بطبيعة الحال صفعة جديدة لهذا الكيان امام الراي العام الغربي، هذا ما يعني اسرائيل تحديدا. هذه المواقف التي او هذا الموقف الذي يعني سبقه اكثر من موقف ما بين جنائية دولية ومحكمة عدل دولية الى تقديم بعض الدول هذه الشكاوى في هذه المؤسسات والاروقة الدولية، كيف يمكن ان يؤثر في صورة او يضرب في صورة اسرائيل امام المجتمع الغربي وبالتالي التأثير سلبا امام الراي العام الغربي لهذا في صورة هذا الكيان؟ نعم، من المنظور الغربي الذي يتحدث عن القانون الدولي ويتحدث عن احترام هذه الآليات الدولية والمواثيق وكذلك المحاكم الدولية، هو مهم هذا الموقف لكي يكون هذا العدو منزوع الشرعية من كل النواحي. وأيضا تصبح العمليات التي تقوم بها سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة التي تسندها والدول والمحور المقاومة التي تسند هذا تصبح من منظورهم قانونية، أما من منظورنا فهي شرعية قانونية وفقا للحق الذي منحه الله سبحانه وتعالى للدفاع عن النفس. ولكن وفقا لهذا تصبح إسرائيل مكشوفة أكثر، ويصبح هذه العمليات التي تدور والتي سواء في فلسطين أو التي تساند فلسطين أكثر يعني مشروعية من وجهة نظرهم لأنها تقدم. ومع ذلك لا تعويل على هذا كله. من متى إسرائيل احترمت يعني هذه الأمور؟ هي لا تبالي أن تكون احتلالا أو أن تكون شرعية، أن تمنح الشرعية دولية وإن كانت لا يحق لأحد أن يمنحها الشرعية أو تنزع عن هذه الشرعية. هي قائمة بقوة السلاح، هي قائمة بقوة يعني الهيمنة الأمريكية والدعم الأمريكي والغربي، ولا يحترم هذه الآليات وهذه النظم القائمة والأعراف يعني المتعارف عليها لا أمريكا ولا بريطانيا ولا كذلك كيان العدو الإسرائيلي. ولذلك لن تغير في المشهد شيء من الناحية العملية، لكن هو جيد من ناحية كشف وتعرية هذا العدو بأنه مكشوف الظهر وبأنه يعني متعري، ليس له لا شرعية لا أخلاقية ولا قيمية ولا حتى بمفهوم القانون الدولي ولا المحاكم الدولية. هو فاقد للشرعية، والمقاومة لها الحق القانوني والشرعي أخلاقيا وإنسانيا ودينيا وحتى وفقا للقانون الدولي والمحاكم الدولية. هذا أمر مهم من هذه الزاوية فقط. أما من الناحية العملية فالمهم هو ما تقوله البندقية والمدفعية والياسين والمسيرة والصاروخ. رئيس وكالة سبأ للأنباء اليمنية نصر الدين عامر، شكرا جزيلا لك، شاركتنا هذه الحلقة من بالحبر الجديد من صنعاء. يبقى الشكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. بالحبر الجديد انتهى، إلى اللقاء.